ايه ده؟ ده نفس الكائن الابيض. قرب حسن عليه. مش عارف المسك. بص الدم يا جدعان اللي على اللبس، الناس اللي بتقول هدومه مليانه دم ليه اهو. مش عارف، بس النبي سيبنا نروح. عايزك تصور كل حاجه بتحصل. حاضر، بس النبي سيبنا نروح. تعالى. يا ابني انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ ايوه كنت متاكد، احنا ما مسكناش الكائن الابيض النهارده وكتفناه هيغير الجو هيقلب الدنيا كلها. يعني احنا كده لازم نمسكه. طب هنجيبه منين؟ معرفش. الارض الصدمه ما فيهاش تاريخ بيومين ولا سامين اي حاجه. بصوا يا جدعان، المفروض رمضان مدحت كان نايم حلم حلم غريب جدا، اللي الكائن الابيض بيدمر البلد كلها وعمل تغيرات في الجو بشكل مرعب جدا، واحنا النهارده جينا الارض السوداء علشان نمسك الكائن الابيض. ده على حسب كلام رمضان، احنا هنمسك الكائن الابيض وهنشوف الكلام ده بجد ولا لا. تعالى رمضان، تعالى حسن. ده برق في السماء، واضح كده اللي رمضان عنده حق يا جدعان. بالله عليكم اللي سمع البرق اللي في السماء ده يا ريت يقول لنا في برق حصل في السماء جامد دلوقتي. معنى كده اللي انت كلامك صح. طب تعالى ندور عليه نشوفه فين. تعالى بسرعه، تعالى تعالى حسن. اهو اهو عدى من هنا. شوف حسن، خد رمضان انت وليد في من هنا. تعالى رمضان، خد بالك رمضان، خد رمضان قدامك يا حسن. ماشي امشي بسرعه اخلص. طب يا عبد الله هنعمل ايه؟ اجري يا حسن اخلص. هنعمل ايه حسن لو عبد الله؟ معرفش. طب روح فين؟ حسن اقعد، حسن ايه كوته؟ خد الرجل من هنا. ايه ده؟ تعالى ونقعد اذن الحاضر. حاضر اهو اهو. انا مسكت كوتا وكتفت امي. طب ليه؟ وهخلص على ده وانت مشيت. مش عارف، بس النبي سيبنا نروح. انا عايزك تصور كل حاجه بتحصل. حاضر، بس النبي سيبنا نروح. تعالى. انت عملت له يا رمضان؟ انت اللي عملت كده. لا لا، مين اللي عمل كده؟ هو هو. ايه ده؟ انا هخلص عليه. لا طب ليه؟ وكوتا وهو. طب احنا عملنا ايه؟ لو ما صورتش كل حاجة بتحصل دلوقتي هولع فيك. ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل ده؟ هولع فيك. وانت بتعمل ايه في الجو؟ انا هدمر العالم كله. لا لا، انا هقلب الجو كله النهاردة. طب احنا عملنا لك ايه عشان تعمل كده؟ تعالى اهو. لو عايزين تاخدوا كوتا وتروحوا اعملوا كل حاجة هقولها. حاضر هنعمل. تعالى اهو. هنعمل ايه؟ هو اللي بيحصل في الصوت ده؟ ايه ده؟ ايه العصا دي؟ الكائن الابيض ولا ايه؟ الكائن الابيض ايه؟ الكائن الابيض كان لسه هنا واختفى بعد ما حصل الانفجار. انت كداب. انا مره واحده اختفيت، انا ما حسيتش بنفسي. الكائن الابيض كان لسه واقف هنا. لسه مكاني هنا دلوقتي. بص عامل في رمضان ايه؟ ايه ده؟ رمضان ما حدش يعرف يحركه، مش هتعرف تحركه. رمضان. ايه اللي حصل؟ انا مش عارف ايه اللي حصل. فهمني بالراحه. يعني الكائن الابيض كان هنا دلوقتي. ولما انا نطيت كده هو اختفى؟ تعالى بس تعالى. انا عايزكم تفهموني ايه اللي حصل. انا سبتكم ومشيت كده، الكائن الابيض طلع لي هنا. انت دلوقتي بتقول لي ان انا نطيت كده او الكائن الابيض نط كده انا اللي ظهرت صح؟ ايوه. طب ازاي الكلام ده؟ انت اول ما مشيت واخد مني رمضان. انت فاكر اللي كان في كائن ابيض هنا؟ كان ابيض. الكائن الابيض كان هنا؟ ده مات من بدري. مات من بدري؟ انت فقدت الذاكره ولا ايه يا رمضان؟
ايه هو عمل ايه في رمضان يا ابني؟ نايم وعمل بيته كيلو ونزل على رمضان مره واحده. كان الابيض كان ايه اللي كان الابيض مات ازاي؟ انا وعماد خلصنا كان الابيض اللي لسه شايفه هنا. انا وعماد خلصنا كان الابيض. انتوا وعماد خلصتوا عليه ازاي؟ من بدري. انا مش فاهم حاجه. هو ايه اللي بيحصل يا ابني؟ معرفش يا جدعان. هو ايه اللي بيحصل؟ حسن بيقول لي الكائن الابيض نط كده انا اللي ظهرت. ايوه انا مش فاهم ازاي اللي شاف ده بعينه بالله عليكم يقول لنا، اللي شاف الكلام ده بعينه بالله عليكم يا جدعان كمان مره يقول لنا. انا مش فاهم، انا مش فاهم اي حاجه. انت رايح فين دلوقتي؟ مش عارف، انا ولا عارف انا رايح فين. ايه ده الارض بتهز كده ليه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ معرفش. بس اثبت يا جدعان اللي بيحصل ده. وايه اللي بيحصل ده يا عم حسن؟ ايه اللي بيحصل ده؟ صدقت ولا لا بقى؟ اسمع كده، اسمع في حد بيضرب نار. لا مش ضرب نار، ده الجو. اسمع كده بس، اسمع اللي بيتقال. اسمع يا جدعان اللي بيتقال كده. واحد من اشباه اللعيبه بيساعدني علشان اعمل فيكم كده فان دايك او اليسون او شبيه امبابي. الكائن الابيض يا جدعان بيقول اللي بيساعده في الموضوع اللي هو فيه ده فان دايك او اليسون او امبابي، حد من اشباه اللعيبه هو اللي بيعمل فينا كده. انا مش مقتنع باللي انا بسمعه ده. هو كده شكله عايز يوقعنا ببعض. انا مش فاهم اي حاجه. انت ما تديهوش الفرصه. لا مش هديله فرصه. ازاي الكائن الابيض عايز يعمل كده؟ هو عايز يولع الدنيا زي ما خلانا قبل كده نمسك في عماد وكنا هنموت عماد، وفي نفس الوقت مسكنا اسلام وكنا هنموت اسلام. كوتا احنا هنعمل نفسنا اللي احنا مصدقينه هو يزر ومكتفينه مره واحده. صح كده، وساعتها نخلص عليه. طب هنعمل كده ازاي؟ هو اصلا ممكن يكون سامعنا دلوقتي. تعال كده حسن، تعالى رمضان. تعالى. خدوا بالكوا علشان في ملعب كوره هنا. مرن دلوقتي. الكائن الابيض لو عمل النمره اللي هو بيعملها وحب يلعب في الجو عشان يخلص علينا، ممكن يخلص على اللعيبه دي. والاطفال دي ملهاش اي ذنب في اي حاجه. بص اهو مقرب كده حسن، تعالى معايا. كنت لو بس عمال في الشجر. بص اهي اهي اللعيبه. بص هناك هم. فما ينفعش خالص نستهتر بالموضوع ده عشان ارواح اللعيبه دي، عشان كده غلط. تعالى حسن بسرعه معايا، تعالى رمضان. بص بالمناسبه عامل ايه في الشجر؟ بص الشجر كله واقع ازاي؟ رفع ايده مره واحده ورفعها. بصوا يا جدعان الشجر ده واقع من الحاجات اللي هو بيعملها في الجو. بص المنظر، هو كان واقع بس مش بالشكل ده، الشجر اتدمر. بص الشجره مقطوعه من جدرها ازاي؟ بصوا يا جدعان. تعالى حسن. تعالى رمضان خليك جنبي يا رمضان، مش ورايا. تعالى هنا. يا ابني تعالى هنا. حد ازاي من الشجر ده؟ حسن خليك انت اخر واحد ورا. تنور لنا ولا جبت اي حاجه؟ قول. وش ورا؟ ايه ده؟ كان الابيض بيطير. بيطير هناك اهو. ازاي يا كوتا؟ ايه ده؟ والله العظيم في حاجه طلعت ونزلت هنا. ازاي يا كوتا؟ ازاي يعني؟ في حاجه بيضه كانت بتطير ووشها محروق زي الكائن الابيض بالظبط، طلعت ونزلت وسط الشجر اللي هناك ده. ايوه كنت انا خدت بالي. بس تعالى نشوف. بس ده كان الابيض كنت ازاي؟ تعالى بس تعالى هنا. المفروض الكائن الابيض واحنا واقفين هناك طار كده ونزل في الحته دي، بس ربنا يستر ويطلع الكائن الابيض بجد. لو تفتكر احنا قتلناه، والمفروض دي الروح بتاعته اللي بتعوم في المكان هنا، اللي بتحوم في المكان حوالينا دي روح الكائن الابيض مش الكائن الابيض. لان الكائن الابيض لما قتلناه اخر مره ودفناه هناك هنا، قال لك انا علشان ما خلصت عليكم تحضروا روحي تاني وتصرفوني بشكل غير الطريقه اللي انتوا خلصتوا عليا بيها، لما قال لك روح المقابر وهات الكتاب الاسود اللي مدفون في قلب المقابر، فاكر؟ يبقى احنا كده هنعدي ورا الشجره دي وهنمسك الكائن الابيض لو هو فعلا الكائن الابيض، لكن دي لو روح الكائن الابيض هي ممكن تخلص عنها دلوقتي، فربنا يستر. وبالله عليكم وبالله عليكم اللي عنده حل يا ريت يقول لنا، والكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويدي لايك علشان عايزين الدنيا كلها تشوفنا النهارده ويحلوا معانا اللغز الغريب واللغز المرعب اللي احنا فيه ده. كوتا انا شنو حسن كده؟ لا تعالى ورايا ومش عايزين نفس. تعالى حسن. ايه شفت الجو عامل ازاي؟ تعالى تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده نفس الكائن الابيض. قرب يا حسن عليه. مش بص الدم يا جدعان اللي على اللبس، الناس اللي بتقول هدومه مليانه دم ليه؟ اهو دي دم الضحايا اللي هو خلص عليها. بص وشه، قرب يا حسن، هات وشه. قرب يا حسن. بص وشه، بص اسنانه يا جدعان، بص المنظر.
طب قطع هناخد اللبس ده ازاي؟ مش هناخده. ازاي هناخده ازاي؟ احنا لو لمسناه ممكن نتلبس. الله اعلم انا لو لمسته ايه اللي هيحصل دلوقتي. انا هخاف المسه. تعالى حسن كده، تعالى رمضان نجرب نحرس طوب عليه نشوف اللي هيحصل. دي كده الروح بتاعت الكائن الابيض مش الكائن الابيض. لا طب استنى كده، هالطوبه هالطوبه حسن اتصرف هتلاقي طوب اهو. بس شفت يا عم اللي حصل؟ شفت يا اخويا. بصوا يا جدعان، اسمع كده وبقول لك تاني، هات الكتاب الاسود من المقابر وحضر روحي واصرفها بطريقه غير اللي انت عملتها دي خالص. انا كده فهمت كل حاجه، سيب اللبس ده وتعالى. تعالى حسن. طب فهمت ايه؟ انا فهمت يا جدعان كل حاجه. حسن كان معاه حق لما قال لي الكائن الابيض نط مره واحده وانا اللي ظهرت. اللي ظهر هناك ده الروح اللي كانت جوه الروح بتاعت الكائن الابيض، يعني ده كده كائن مرعب عمال يحوم في المكان كله، بيطير بينزل تحت الارض بيولع بيعمل كل حاجه مرعبه ممكن تيجي ببالكم. انتوا سمعتوا كل حاجه هو قالها دلوقتي، بيقول لك روح المقابر وهات الكتاب الاسود، قلتها لك مره قبل كده ومش هقولها لك تاني. فالمفروض دلوقتي احنا نروح نجيب الكتاب ده من قلب المقابر. انتوا متخيلين؟ عايزنا يعني عايزنا كده احنا نخش جوه مقبره ونفحر ونجيب الكتاب. انا مش هاجي معاك. لا لازم تيجي معايا. مش هاجي معاك. لازم تيجوا معايا. ازاي نيجي؟ هروح لوحدي ازاي؟ خد اي حد كبير. ايه ده؟ لا هاخدكم معايا. مش هروح انا. مفيش اي حل. مفيش اي حل غير كده. خد لبس كوتة. رجاله ولا مش رجاله؟ رجاله. سيب على الله بقى. يبقى نروح ونسيب على ربنا. بصوا يا جدعان، المفروض دلوقتي اللي احنا هنطلع على المقابر وهنجيب الكتاب الاسود. كل اللي عايز يشوف ايه اللي هيحصل في قلب المقابر يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويدي لايك علشان الدنيا كلها تشوفنا. لو انت اشتركت في القناه وفعلت زر الجرس اي حاجه هننزلها على طول هتوصل لك. لو انت بقى عايز تعرف ايه اللي هيحصل جوه المقابر اشترك في القناه وفعل زر الجرس وادي لايك علشان تشوف كل حاجه هتحصل. كل حاجه هتحصل قدام عينيك، انا مش هتكلم انت هتشوف كل حاجه هتحصل. واهم حاجه في فيديو ظاهر هنا دلوقتي، لازم الكل يتفرج على الفيديو ده. الفيديو ده لو انت اتفرجت عليه دلوقتي هتفهم حاجات كتير قوي انت ما كنتش فاهمها. الكل يضغط على الفيديو اللي ظاهر هنا ويتفرج عليه. واحنا يا معلم لازم نطلع دلوقتي من هنا علشان نروح المقابر، والمشكله اللي الدنيا ليلت بس احنا لازم نروح دلوقتي. اهم حاجه يا جدعان زي ما قلت لكم الكل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان تشوف اللي يحصل، وادي لايك عشان الدنيا كلها تشوفنا. يلا رمضان يلا حبيبي.